واقفه في طابور الانتخابات ساعه لحد ما جم جيت من شغلي وقفت استنيته في فتره البريك بتاعتهم ودخلنا بعديها موظفه. انت ليه انتخاب تاني يوم؟ والله عشان انا امبارح ما كانش زوفي تسمح، انا بخلص شغل متاخر، فالنهارده خدت اذن ساعه زياده عشان اخرج. حتى والله والله بجد بامانه انا سايبه الاكل حطها على النار ونزلت في ساعتها بسبب بنتي صغننه في البيت. انت حريصه على ارتداء صوتك؟ لان انا اللي فاتت ما نزلتش، قلت مثلا اجرب اشوف لو من غيري حد لو انا قعدت في البيت في حد هيصد ولا لقيت صوتي مهم، فنزلت المره دي فقلت اكيد صوتي هيفرق. طب الناس اللي ما نزلتش؟ الناس اللي ما نزلتش دي بقى يعني لما اشوف ان احنا نزلنا اكيد لسه في وقت لحد الساعه 9، لو في التلفزيون هيظهر اكتر اقول له والله بص الناس تبقى اشغالها وجايه، اكيد اكيد في حاجه هتتعمل جديده اكتر وافضل. طبعا الانتخابات الماضيه بتختلف عن الانتخابات دي. اكيد. طبعا في حريه راي في مصر. لا المره دي انا عجباني قوي قوي والسياسه حلوه. فبنتمنى ان احنا مش ده مش كلام جرايد والله. انا فاهم. والله ما كلام جرايد، مش عشان احنا واقفين، انت احنا واقفين بالصدفه، انا ما اعرفكش ولا تعرفني. فاحنا معديين عادي بالصدفه. مصر بتشهد حريه تعبير وتفكير. يا رب بتشهد حريه والتعمير وجيشنا ربنا يحميه ومنه لله اللي عايز يوقع وربنا ينتقم من كل ظالم.